خلينا نبدأ السيشن الثاني، نعمل شير للسكرين. تمام، الإجابة عن السؤال الأول إنه الأولوية للتطبيق. الأولوية للتطبيق، فأي أي أي أبلكيشن، أي تطبيق عمل مشكلة بياخذ الميموري على حسابه، فنظام التشغيل بسكره بغلقه مباشرة بدون ما يرجع لليوزر. تمام، أوكي. طيب الآن يا جماعة، إحنا لو بدنا نبعث داتا زي المرة الماضية، هنا إحنا هنا بعتنا string، بعتنا اللي بنكتبه كنا في التكست. تمام، طيب لو أنا عملت class تانية هنا، يعني student مثلا، أي عملت new class، تمام، new class وسميتها student، خلاص هاي هذه class، هاي student، خلاص كلاس عادية هنا، هي انتجر اي دي. تمام، و مثلا دبل اي في جي المعدل تبعه، اي في جي المعدل التراكمي، والاسم تبعه اللي هو منه سترينج نيم. خلاص هاي كلاس، صح ولا لا؟ كلاس ستودنتس. تمام، ورحت عملت كونستراكتور للكلاس هاي، كود هيو هنا، ورحت قلت له يا حبيبي اعمل لي جنريت كونستراكتور، تمام، لكلهم. تمام، اوكي، وهيو عمل لي كونستراكتور. بعدين بدي كمان ستر وجيتر، رحت قلت له ايش كود جنريت، تمام، هاي ستر وجيتر، تمام، لكلهم. روح اعمل لي ستر وجيتر لكل الاتريبيوتس، تمام، هيو عمل لي ستر وجيتر لكل ال، تمام، هاي الكلاس خلصتها، الكلاس تبعت الستودنت كامله. وبدي كمان خلاص هيدي هي، لو انا بدي، لو بدك هي باي ديفولت، خلاص هي اوريدي باي ديفولت. تمام، الحين لو في المين اكتيفيتي مثلا، انا اخذت داتا، عبيت داتا، يعني هنا مثلا، هنا انا قبل انا مش هنا بشغل اكتيفيتي 2، عملت مثلا هنا جماعة student، سميته اس بيساوي ايش، new student، خلاص هي new student. تمام، هو بده الاسم تبعه، ماشي. ايش كان بالاول constructor، لانه مش احنا اللي عملناه، هو عملها، بده الباراميتر، انت اعطيته الباراميتر، الاي دي بالاول، بعدين الاي في جي، بعدين النيم، خلاص. فممكن هنا تعمل ايش، بابليك، تعمل ايش، تعمل كونستراكتور، الديفولت كونستراكتور بسموه ستودنت، يعني على اساس انه يكون في عندك ايش اكثر من كونستراكتور في الكلاس. انا بحتاجها كثير هذه، احيانا بديش اعبي الباراميتر، بدي اعبيهم بالستر والجيتر، عادي مش مشكله، صح ولا لا؟ يعني هذه بتكون شغاله، بدي اعبيهم بالستر والجيتر، بقول له ست ايش، ست نيم، واعطي له النيم هيو عبد الفتاح، ما في مشكله. ممكن اعبيهم في بالكونستراكتور، يعني باراميتر اس دوت ست نيم، ست اي في جي مثلا 95 ونص، هاي الاي في جي مثلا، اس دوت ايش ست وات ايفر الاي دي مثلا 110، هاي البيانات تبعت الطالب. الحين بدي ابعت الطالب كله مره واحده، بدي ابعت الطالب كله مره واحده، كيف بدي اقول له هنا بوت ايش؟ يعني مثلا هاي شغلتها، لو قلت له انا بدي اقول له هنا بوت اس اللي هو الستودنت، هيو جاهز وانا موجود في نفس الكلاس، المفروض انه يكون في صح، يعني هذه ليش الغلط؟ تمام؟ عشان انت تعملها، في عندك نوعين، عشان تقدر تبعت اوبجكت، عشان تقدر تبعت اوبجكت. هلا هنا هاي نيم، هاي اي شغله، هاي مش هذه، هاي واحده تنتين ثلاثه، صح ولا لا؟ هذول اوبجكت، وهذا الستودنت بدك تبعته كله مره واحده، ممكن تكون معهم صوره كمان، ايش ما بدك، داتا كامله لمين؟ للستودنت، داتا كامله للستودنت، خلاص. فبدك تروح هنا تعمل تعمل ابليمنت لانترفيس، ايش اسمه؟ ابليمنت، خدنا الانترفيس احنا قبل هيك، صح؟ مين يذكرني متى اخذنا ابليمنت قبل كده؟ يلا يا محمود. في الفيو، في الاون كليك،
ايوه ممتاز ممتاز. قلنا الفيو، الفيو اون كليك هذا هو عباره عن ايش؟ عباره عن انترفيس، يعني كلاس من نوع انترفيس مش ابستراكت كلاس، وفرقنا بينهم صح ولا لا؟ هاي الامبلمنتس. طيب هذا انترفيس اسمه سيريلايزابل، سيري هاي سيريال، اكتبها هيك طبعا كابيتال هي سيري، سيري حط سيريال بتجيك هي سيري سيريلايزابل. وهذا مش من الاس دي كي، يعني هذا مش من اللايبراري تبعت الاندرويد، هذا من اللايبراري الجي دي كي من الجافا، يعني هي مكتوبه جافا دوت اي صح؟ شايفين لما هون يكون من الاندرويد زي هاي، كل هاي كلاسات بالاندرويد تمام، لكن لما يكون بيكون من الاس دي كي جايه، لكن لما يكون من الجافا بقول لك انه هذا من الجافا، هذا من الجي دي كي. هاي شايف من الجافا، هذا مش من الاس دي كي. يعني انت لما بتيجي بالامبورت هنا طلع امبورت، الامبورت هاي كلهم اندرويد صح ولا لا؟ هذا كلهم اندرويد، معناته من وين؟ من الاس دي كي، من اللايبرري تبعت الاس دي كي، الاس دي كي اللي انت مستخدمها في التطبيق اللي هي 8 4 3 حسب ما احنا قلنا له، اللي هو شو المينيمم اس دي كي اللي احنا طلبناه لما احنا عملنا التطبيق من اول، لما عملنا نيو التطبيق تذكروا. هون انا عملت امبلمنت لسيريلايزابل، مجرد ما انت عملت امبلمنت لسيريلايزابل للكلاس اللي بدك، اللي انت عملت الاوبجكت منها، خلاص اوكي هنا انتهت المشكله، راحت الايرور صح ولا لا؟ خلاص هلا بتقدر تبعت اوبجكت، شفتوا؟ بس يعني انا اعمل امبلمنت لسيريلايزابل، بس اعمل امبلمنت لسيريلايزابل، خلاص بقدر انا ابعت اي شيء، اي اوبجكت، وبتلقاه في الاكتيفيتي 2. يعني هاي الاكتيفيتي 2 هون بدي اقول له انا مش وين اللي بتلقاها، هي جيت انتنت. طبعا انا بدي اتلقى ستودنت، وانا بدي اقول له ايش؟ ستودنت صح ولا لا؟ مش كده ولا لا يا جماعه؟ يعني بدي اياكم تتكلموا، وانا بدي اقول له ايش؟ طلع دوت جيت جيت سيريلايزابل، هيو جيت سيريلايزابل اكسترا، وبعطي له ايش؟ اللي هو ايش؟ الكي 1، الكي اللي انا حطيته، مش مشكله الكي 1. خلاص جيت انتنت جيت سيريلايزابل ستودنت. ايش الغلط هنا؟ كي 1 وهنا كي 1. هون بس بدك تعمل له كاست لستودنت، بدك تعمل له كاست لستودنت تمام، ضروري هذا الكاست، هذه ضروري الكاست، لانه انت بعت يعني بتكون هاي ايش بترجع الميثود؟ بترجع هيها، قلنا جيت اكسترا جيت بترجع سترينج، لا هذه هاي بترجع سيريلايزابل، بترجع اوبجكت من نوع سيريلايزابل. السيريلايزابل ابو الستودنت، مش انت خليته ابو الستودنت؟ يعني اكبر من الستودنت، فعشان هيك عملنا كاست للستودنت. طلع انت لما انت خليت الستودنت ايش؟ لما عملت امبلمنت للسيريلايزابل صار السيريلايزابل هذا ابو الستودنت، ابوه صح ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ يعني صار الستودنت ابن مين؟ ابن السيريلايزابل، مش كده؟ هو لما الميثود اللي انت جبتها تو ايش بترجع؟ بترجع سيريلايزابل هذه. هيا ما طلع عليها انت، دائما لما تاخذ ميثود شوفها ايش بترجع. هيا جيت 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 سيريلايزابل. عشان تقول لي ليش يا استاذ انت عملت كاست؟ بقول لك ما انا عملت كاست، هيا جيت سيريلايزابل، ايش بترجع؟ بترجع سيريلايزابل، بترجع ليش ستودنت؟ انا بدي ستودنت صح ولا لا؟ فبعمل له كاست، لانه هذا صار ابو، يعني هذا بده ياخذ مين؟ هذا الكبير السيريلايزابل الكبير، وبده ياخذ منه الصغير اللي هو ستودنت، ماشي تمام. عشان هيك عملت كاست، خلاص تمام. وبحط الستودنت عادي، انا بقدر انا اقول له هنا ستكس دوت اس 1 دوت ايش جيت ايش هاي جيت نيم، حطه في هذا زائد
هاي فراغ وزائد. انت هلا بتحط الكود اللي بدك اياه دوت جيت اي في جي عشان بس نعرف انه كيف اجى على الهاي على اكتيفيتي 2 ولا لا. اس 2 دوت ايش جيت نيم جيت اللي هو الاي دي. جيت الاي دي من وين جبت انا جيت اس 2 يعني؟ انا من وين جبت اس 2؟ اس 1 تمام يا شباب. هذه مفهومه. هاي الستودنت هيو اجا انا اخذته من الانتنت هو كان اوبجكت مبعوث في الانتنت صح ولا لا؟ بعدين انا هاي فرضته هون حطيته وين؟ في الـ في السيت تكست عشان اوريك انه وصل، عشان انا اوريك انه ايش؟ انه الستودنت هيو وصل. تمام خلينا نشغله ونشوف فعلا. هاي انا بعته في الكود يعني ما حطيت هون، ممكن انت تاخده يعني يكون في عندك فورم الاي دي وكذا. احنا بس للتبسيط هيني انا بعته من هنا وكتبته هنا وبعته وراح على الاكتيفيتي 2 صح؟ هي راح على الاكتيفيتي 2. شغل لو انا اوريك اياه. تمام هلا لو انا شغلت اكتيفيتي 2 لاحظ هي البيانات اجوا مره واحده، مع انه هذا الاوبجكت اصلا انا بعته من الاكتيفيتي 1 جوا في الكود صح ولا لا؟ فاهمينها؟ لكن هيو اجى على الاكتيفيتي 2 ونحط هنا. تمام؟ اذا هذه الطريقه اللي انا ممكن ابعث فيها اوبجكت من اكتيفيتي لاكتيفيتي اكثر من داتا. فانا اكثر من داتا على طول بعمل لهم كلاس وبحطهم از اتريبيوت وخلاص ببعثهم. ببعثهم بالطريقه هذه، بس انا بنصحك ما تبعثهم از سيريلايزبل. يعني ما تخلي الستودنت هون سيريلايزبل. شباب فاهمين بالاول؟ تمام فاهمين. فاهم يا محمود؟ الشباب اللي معك فاهمين؟ تمام يا دكتور. طيب انا ما بنصحك تستخدم الجافا. بس بنصحكش تستخدم الجي دي كي، هاي بتخلي الموبايل تقيل. التطبيق تقيل تبعك يعني بطيء ماشي. اللي احسن منه شغله اسمها اللي هو بارسيلابل. هذا بارسيلابل نفس السيريلايزبل بس عملته جوجل، يعني عملته جوجل يعني هذا في الاس دي كي. هاي شايف اندرويد او اس يعني هذا ما يدير بالكم. بتحاول جوجل تبعد عن الجافا. يعني ليش تبعد عن الجافا؟ بتحاول انها تبعد بالاعتماد على الجي دي كي اللي هو جي دي كي للجافا. وجافا طبعا شركه ثانيه اللي عاملاها هلا لاوراكل جافا صح ولا لا؟ هلا اكتب جافا صحيح. وين بتنزل الجافا انت؟ بتروح لاوراكل ولا لا؟ جافا لاوراكل مملوكه مش كده؟ لكن الاندرويد مملوك لمين؟ لجوجل. ففي تنافس يعني هم بحاولوا ينفصلوا عن جافا، بحاولوا انه هم يشتغلوا كل التطبيقات تبعتهم بعيد عن الجافا. لكن الجافا لسه انت الكود بتكتبه بالجافا، لكن كل المكتبات تبعت التطبيق تستخدمها من وين؟ من الاس دي كي معظمها، يعني من جوجل. اللايبرري هي تبع الاس دي كي اللي عاملاها جوجل، مش مين مش جا مش مش مش, مش الاوراكل. يعني انت بتبرمج بالجافا صح ولا لا؟ صح مزبوط. لكن المكتبات اللي انت بتستخدمها من وين؟ جوجل، معظمها جوجل اندرويد. لكن في مكتبات بالجافا اللي هي زي السيريلايزبل انا اللي تو هلا استخدمتها، هاي جافا مش موجوده في الاس دي كي، موجوده في الجي دي كي. تمام. طيب هاي البارسيلابل هاي للاندرويد، بس ايش القصه فيها؟ يعني بدك تعمل امبلمنت هون. لما تعمل امبلمنتس لبارسيلابل بقول لك ايش؟ بقول لك بدك تعمل امبلمنت لاكثر من ميثود خلاص. فبتقول له ايش؟ الت، هو بيعمل لك اوتوماتيكلي الميثود بيعمل لك امبلمنت لهم. تخافش يعني، هيو حط ميثود هون وبناهم هو. هي وبده كونستراكتور كمان، بده كمان كونستراكتور خاصه فيه. تمام.
أيوة عملها، يعني هو عمل كونستراكتور خاصة فيها. يو ستودنت تأخذ بارسل أوبجكت من نوع بارسل باراميتر، هذا إله تمام ماشي، مضاف هاي الميثود، شايف بضيف أكثر من ميثود تمام، بضيف أضاف هاي الميثود، كل هدول الميثودز ضافهم وهاي الميثود كلهم ضافهم عشان موضوع، عشان انت خليت الستودنت هو ابن البارسلابل وليس السيريلايزابل، هذا بطل له فايدة ماشي. انت استخدمت البارسلابل نفس الاشي، ما تغير ايرور ولا حاجة في الكود تتغير بس انت استخدمت البارسلابل، هذا اسرع، هذا اسرع بكتير كتير 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 جدا، بفرق معك في السرعة وفي مرونة التطبيق. فأنا ما بنصحك تستخدم السيريلايزابل، السيريلايزابل أقل كود لكن مش أفضل في السوفتوير انجينيرينج، يعني في هندسة البرمجيات، هندسة البرمجيات البارسلابل أقوى وأفضل ماشي. يعني هذا عن تجربة، يعني أنا مستخدم الاثنين، وأنا بقول لك إنه دائما استخدم بارسلابل ما تستخدم السيريلايزابل، لكن أنا بقول لك يعني من حيث العلم موجود شغلتين ليحلوا المشكلة. خلاص تمام. الحين انت مش انشأ ميثود، طب ايش فايده الميثود اللي حاطهم ما دام مش هنستخدمهم؟ كيف مش هو انشأ ميثود هو بيستخدمها انت له، هو ما هو اسم، انت اسمعني دير بالك، انت هنا قلت له خلاص بوت اكسترا، حط لي الاوبجكت هذا في ال، حط لي الاوبجكت هذا في الانتنت وابعته مع الانتنت. عمليه انه انا احط اوبجكت في الانتنت، هذه عمليه مكلفه برمجيا، لانه الاوبجكت هذا بتكون من اكثر من اتريبيوتس وفي اكثر من ميثودز موجوده تمام. فعمليا هذه العمليه انت بدك تحطه في مسج، الاوبجكت هذا كيف بدك تحطه في مسج وهو له اتريبيوت وله ميثود، فهي بيعمل له اصلا، هو بحوله لسري، يعني بحول الاوبجكت هذا لسريله، بسريل الاوبجكت، عمليه سريله الاوبجكت مش بسيطه. فهذه عمليه سريله الاوبجكت بتتم من خلال الكلاس اللي اسمها سيريلايزابل، او بتتم من خلال البارسلابل تمام، بتتم بالبارسلابل. البارسلابل بيحتاج لبعض الميثودز، لكن السيريلايزابل ما بيحتاج، هو نفسه عاملهم جواته. يعني اكيد هو عامل انت لو دخلت على الكلاس تبعت السيريلايزابل حتلاقي فيها ميثودز كثيره تمام ماشي. تمام. انا اللي قصدي في البارسلابل هذا اللي عملته جديده انت، الميثود هحتاج لقدام اعدل عليها ولا هي جاهزه؟ لا 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 نيفر. انا بقول لك ما حتحتاج الا في عمليه لما تتلقى الهاي، بدك تتلقاها بارسلابل مش سيريلايزابل. هون بدك تقول له ايش جيت بارسلابل، هاي فهمت كيف؟ يعني ما تقولوش تمام بس لا اكثر ولا اقل. هاي التطبيق مش هتفرق معك، مش هتختلف خالص جدا عن التطبيق، يعني مش هتختلف في التطبيق، لكن الافضل، انا بقول لك الافضل انك تستخدم البارسلابل. لكن هي عمليا انه هذا اوبجكت يا جماعه، اوبجكت لما بدي يبعته في مسج بدي يسري له، بدي حوله لنص، فهذه مكلفه الميثود. هذه الطريقه تحويل الاوبجكت لسريله، هاي شغله كبيره مش صغيره، فهم عاملين لك اياها جاهزه انت بتستخدمها، فهمت علي كيف؟ انت بتستخدمها تمام، يعني هي مش شغله بسيطه في البرمجه، ولكن هم عاملين لك اياها وجاهزه. هو بطول لما بيشتغل، او انه في احيانا بس المره ثانيه، يعني من المره الماضيه والتطبيق زي هيك بيشتغل وفي شيء something wrong في الشغله تمام. هيها هنا جماعه تمام، هي اكتيفيتي 2
تمام، هيو ما فيش فرق. قلت لك انا انت في التطبيقات الصغيره هاي مش هتحس بالفرق، لكن لما التطبيق تبعك يكبر هتحس بالفرق بين السيريلايزابل والبارسيلابل. وانا بقول لك استخدم الايش، استخدم البارسيلابل. خلاص جيت ماي بوينت؟ فاهمين يا شباب؟ لا مين اللي قال لا؟ بنقول تمام يا دكتور. ما انا عارف انه في ناس بتكون مش فاهمه، وانا يعني انا يعني مش كل كلاس بكون فاهم، بس هاي المحاضره مسجله، انت ارجع مره ومرتين وثلاثه بدل ما نعيد، فيش داعي لاعاده لانه المحاضره مسجله. تمام، انت بتقدر ترجع لهذا وقت ما بدك، ما فيش مشكله لغايه ما تفهم. وفي عندك شغله كمان في الاندرويد لذيذه، انه الشغله اللي ما تفهمهاش احفظها. تمام، او بتكون عندك الفيديوهات هذه مرجع، لما تحتاجها بتفتح الفيديو بتاخذ الكود وبتنسخه. تمام، فهذه برضه يعني في الاندرويد احيانا بتلاقي الشباب مش فاهمين كتير في البرمجه، لكن بيشتغلوا تطبيقات وتطبيقات عظيمه. تمام، نظرا لانه ممكن في شغلات بعض الاشياء اللي مش فاهمها ممكن يحفظها ببرمجه الاندرويد بالتحديد. وطني بابا وطش عندي بحاضر. تمام، اوكي يا شباب. طيب هلا في شغله ثانيه، يعني انا ما جربتها للامانه بس بتجربها معاكم. لانه انا دائما لما ببعت لكلاس ثاني ببعت على البارسيلابل. بس في شغله اسمها باندل، يعني لو انا بدي ابعت تو اوبجكت من كل اوبجكت من كلاس ثانيه، او مثلا بدي ابعت داتا ثانيه، يعني مثلا بدي ابعت انتجر اكس بتساوي 10 وسترينج وسترينج نيم بتساوي عبد مثلا وسترينج تاني مثلا عندي نيم 2 سليم. هذول يعني اكثر من شغله. في عندي شغله اسمها باندل، باندل نكتب البيت الثانية. أيوة باندل، شايفينها باندل، هاي باندل بي. إيش بتساوي؟ بتساوي نيو باندل أوبجكت من باندل. خلاص تمام. هلا بتقول له بي دوت إيش دوت بوت انتجر، هاي حطيت بوت انتجر، بدك تعطيها كي لكل واحدة فيهم. هاي قصة برضو، يعني هذه كمان قصة، هي اكس سميتها اكس زي ما هي وحطيت له ايش اكس، هي انتجر صح، والسترينج اللي هو ايش نيم دوت بوت سترينج. السيل اوبجكت احسن، كيف بدنا ناخذها بوت سترينج؟ هاي بوت دكتور، وتحط البي دوت بوت سترينج مش النام، انت بتعمل على السترينج انت. سوري انا ايش بقول قاعد، بوت سترينج. تمام، بدها كي اللي هي ايش سميها نيم، وهنا نيم واحد نيم. خلاص اعمل كوبي وحط السترينج الثاني، هذا نيم 2 وهذا سمي نيم 2، يعني انا مسمي الكي. هلا صارت جاهزه البندل، خلاص بقدر ابعتها. يعني هون انا بقول له وين انا بعمل هذا الشغل، اكس المين اكتيفيتي هون. طبعا انت يعني انا بحكي لك انت بشكل عام، يعني انت هون ممكن تستخدمها في اي شغله. هون ممكن ابعت اللي هي البندل نفسها. تمام، انا بعثت البندل، عملت بندل وبعثتها باسمها كي واحد، مش كده؟ هلا لما انت بدك تيجي تاخذها، بدك تاخذها جيت انتنت هاي بدك تاخذها بندل. تمام، هون في بندل،
يعني هون في شيء اسمه جيت باندل. هي بجيت باندل اكسترا، تمام؟ خلاص هاي الباندل، ما فيش طبعا كاست، ليش ما فيش كاست؟ لانه انا ما عملتش شيء. تمام، في 10 دقائق هلا بدنا نستنى، تمام. الحين انت هون من الاسوان هذا الباندل خليها بي، تمام؟ بدك تطلعهم، بدك تقول له ايش بي دوت ايش دوت جوت سترينج، جيت انتجر دوت دوت جيت ايش انتجر اكسترا، جيت انتجر بدك تحط الكي تبعها اللي هو ايش اكس، مش كده؟ فهمتوها؟ بي وهذه محمود، تمام يا دكتور، تقريبا نفس الفكره كلها. لا بس الباندل هاي بتغلب لانه كل واحده لها كي، صح ولا لا؟ هذا نيم، مش كده ولا لا؟ هذا انا اول مره صراحه استخدمها. تمام، هو الباندل افضل بتبعته كاوبجكت كله، ولما بدك تستدعيه تستدعيه لكل واحد بالكي تبعه. اما في الـ في الـ في العادي انك ترسل البيانات بالانتنت لازم تبعت كل واحدة بكي لحالها، اما هذه بتقدر تبعتها كاوبجكت. تمام، انت بتشوف ايش مين الافضل لك وبتشتغل عليها. هذه بندل اسمها، هذه اسمها بندل، لكن برضو شغالة مش مشكلة. يعني خلينا نجربها برضو عشان انا ما جربتهاش اول مرة بشتغل بندل، بس على هيك البندل اكثر امان من الاوبجكت من العاديه، لانه هناك انت لما تضغط الاي دي تبع الاوبجكت وتضغط جيت انتجر لحاله بيعطيك اقتراح انه في عندي متغير كذا اذا تستدعيه. اما البندل معك امان، يعني انت مش معروف الكي تبعك، آمن بيكون عندك، بيعطيكش إنه زي كيف زي اقتراح إنه في كي كذا، لا لازم أنت تكون عارف الكي. يعني أنت قصدك إنه أنت عارف شغلك. بالضبط، بتكون أنت أكتر سيكيورتي لإلك. تمام، هاي اكتيفيتي 2. يعني شغالة البندل، ما فيش أي مشكلة فيها. تمام، هو يعني البندل ممكن تستخدمها. يعني أنا بشوف إنه البندل ممكن تستخدمها لما يكون في عندك داتا بدك تبعت داتا من أكثر من نوع من أوبجكت. يعني مثلا لو أنا عندي ستودنت وعندي كرسي وعندي ديفايس وبداخد بديش ابعت كل الداتا تبعت الستودنت، شغلتين من الستودنت وشغلتين من الديفايس وشغلتين من الكرسي، يعني انا بداخد اكثر من داتا من اكثر من نوع اوبجكت. تمام، في الحاله هذه بقدرش انا ابعت بارسيلابل وسيريلايزابل، انا بدي ابعت 3 اوبجكتس مره واحده في الانتنت. تمام، في الحاله هذه بعمل باندل، صح ولا لا؟ الباندل بقدر ابعت ان شاء الله 20 اوبجكت في الباندل واحده، لان الباندل معناها حزمه، كلمه باندل معناتها حزمه. فهمت كيف؟ يعني أنا كلهم حطيتهم في حزمة وبعتهم مرة واحدة، حزمتهم يعني. الحزمة تقدر تحط فيها أي إيش ما بدك. فهمت كيف؟ طب هل بقدر أحط أوبجكت في الحزمة؟ يعني خلينا نصعب الموضوع. أنا عارف إنه في شباب طبعاً ضاعت في القصة، لكن خلينا نصعب الموضوع. يعني أنا بقدر أحط أوبجكت في البندل هنا. هل بحط مثلا اوبجكت؟ بقدر، يعني بقدر احط بارسيلابل هويو، بحط ستودنت اس. فهمت عليك؟ يعني انا هنا في الحاله اللي انا قلت لك عليها، لو انا بدي ابعت اكثر من اوبجكت في بالمسج واحده، لو انا عندي مثلا ستودنت وعندي امبلوي وعندي لابتوب، بدي ابعت اللابتوب بمواصفاته وبياناته كلها، وبدي ابعت الستودنت بياناته كلها، وبدي ابعت الامبلوي بياناته كلها مره واحده في انتنت واحده.
يا محمود بزبط في البندل بالبندل بدي بندل في الحالة هذه بدي بندل وكل بندل جواتها ايش جواتها ايش بوت 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 ايش بارسيلابل طبعا بحتاج انه كل الكلاسات تبعت الاوبجكتس تبعتي تكون ايش عامله ايمبلمنت لبارسيلابل مفهومه تمام ماشي هي شويه كومبليكيت بس بس ممكن تحتاجها في بعض التطبيقات يعني ولا لا طيب هذا هو الموضوع مش عارف انه يعني اليوم بنوقف لهنا كان في امكانيه انه احنا ناخذ الامبليسيت انتنت احنا هذا كلياته الشغل تبعنا لحتى الان اسمه اكسبليسيت انتنت يعني انا بشغل انتنت من خلال الاسم تبعها اصرح بالاسم تبع الاكتيفيتي لكن فيش إشي اسمه implicit intent أنا بشغل الاكتيفيتي بدون ما يكون الاسم تبعها موجود يعني مثلا من خلال الاكشن نيم يعني نفترض إنه أنا الاكتيفيتي هذه مش أنا اللي عاملها يعني أنا بدي أشغل الاكتيفيتي من التطبيق تبع الكاميرا طب أنا بعرف إيش الاكتيفيتي اسمها اللي في تطبيق الكاميرا بعرف إيش اسمه لكن هو تطبيق الكاميرا عمل لي اكشن قال لي انت بتقدر تشغلها من خلال اكشن نيم يعني تبعت الانتنت بدل ما تبعت في الانتنت الاسم تبعها بتبعت لي الاكشن تبعها وانا بشغل لك اياها في الحاله هذه بسموه ايش بسموه implicit intent هذه مش explicit intent الexplicit intent اللي هي الانتنت اللي انا بصرح فيها باسم الاكتيفيتي الimplicit intent اللي انا ما بصرح باسم الاكتيفيتي بستعيد عن الاسم تبع الاكتيفيتي بايش باكشن نيم باسم حدث معين خلاص هذا الكلام طبعا كتير يعني مش هنقدر نخلصه اليوم فبالتالي هنخليه للمحاضره الجايه انه كيف انا بدي اشغل اكتيفيتيز مش انا مش عاملهم يعني في تطبيقات اخرى موجوده زي في تطبيق الكاميرا زي بدي اشغل البراوزر واروح على موقع معين تمام يعني هاي الشغلات بدي اشغل الكونتاكت بدي اشغل برنامج التلفون يشغل لي يتصل لي في واحد يعني من تطبيقي انا من التطبيق بتاعي فهذا الكلام ان شاء الله المحاضره الجاي بدي اعطيكم اياه هذا الفيديو بيكون موجود بالاضافه الى في فيديوهات موجوده الي على اليوتيوب بتاعت العمل الفصل الماضي لنفس الشعبه يعني تمام فانا بحط لكم اياها على المودل ان شاء الله.